يقول الله عز وجل في سورة النمل في الآية رقم 18: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. صدق الله العظيم. فأين يوجد وادي النمل الذي ذكر في القرآن الكريم؟ يرى بعض المفسرين أن هذا الوادي موجود في الشام في مدينة عسقلان، ويرى البعض الآخر أنه موجود في اليمن، ويرى البعض الآخر أن هذا الوادي يوجد في الطائف قرب وادي سدير، وقد مر عليه سليمان عليه السلام وهو في طريقه من الشام إلى اليمن، حيث يعيش النمل في مستعمرة تحت الأرض تحتوي على سلسلة من الحجرات متصلة ببعضها البعض عن طريق أنفاق صغيرة، فهناك حجرات للحضانة وهي الحجرة التي تعيش فيها ملكة النمل، وحجرات لتخزين الطعام، وحجرات للتزاوج، ويقوم النمل العامل ببناء هذه المستعمرة.